بالحقيقة خدمة الميلاد بشكل خاص من 20 الشهر اللي هي تقدمة الميلاد كانون الأول عيد القديس إغناطوس الأنطاكي حتى وداع عيد الميلاد، حيث في كل يوم بالسحر وبالغروب صلوات تقال عن تخص الحدث اللي هو عيد الميلاد ويوم الميلاد بحد ذاته. الخدمة بحد ذاتها إذا الواحد بده يدرسها بهالفترة فيها الأشياء الكتيرة والمعاني الكتيرة اللي الواحد فيه يوقف عليها ويستفيد منها وإلى آخره، ومشان هيك الحديث بيطول. ولذلك أنا اختصرت أو سأكتفي أنه من الخدمة أنه مثل ما قلت لكم أن أقوم ببعض بوقفة بشيء من التأمل على بعض المعاني اللي هي ممكن تساعدنا بقصة مثل ما ذكرت هالتجدد الروحي وهذه النهضة الروحية اللي ممكن تكون على صعيد فردي وعلى صعيد جماعي. أول شغلة في هيك عدة أفكار بتلاقوها بالخدمة واضحة جدا. أول شغلة النصوص تتكلم بشكل كتير 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 واضح عن شيء اللي بنسميه إعادة الجبلة البشرية، وهذا اللي هو بيلخص كل مفهوم لاهوت التجسد. مثلا بصلاة 25 الشهر قطعة من القطع بصلاة الليتين بتقول إن يسوع لما شاهد من هو على صورته ومثاله، لاحظوا لاهوت بحث، متهورا بسبب المعصية طأ السماوات وانحدر وحل في مستودع بتوليا بغير استحالة، هلا ليعيد به جبلة آدم الذي استولى عليه الفساد صارخا المجد لظهورك يا إلهي ومنقذي. ليعيد به جبلة آدم، إعادة الجبلة، هيك اللي ربنا خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله، هيك بدون خطيئة لا يعرف الفساد، صار السقوط اللي الإنسان أدخل الشر وأدخل الفساد إلى ذاته، وحصل نتائج السقوط اللي دخلت إن كان الإنسان بعلاقته مع الله ولا مع ذاته ولا مع الطبيعة ولا مع الحيوان إلى آخره مثل ما بنعرف. ولهذا التجسد الإلهي أو الميلاد هو كان بهذا الهدف، أن هذا الآتي هو لكي يخلصنا ويعيد جبلتنا لكي تكون كما أبدعها الله قبل أن يسقط الإنسان. بقطعة تانية بيقول بقطع الأبوستيخون من 25 الشهر بيقول أيضا، مثلا قطعة حلوة كتير، في قطعة كتير حلوة طبيعي، هي منظومة كلها باليوناني بلغة أدبية شعرية إلى آخره جميلة جدا. تهلل يا أورشليم وعيد يا جميع محبي صهيون، فإنه قد انحل اليوم الرباط المزمن المحكوم به على آدم، فالفردوس قد فتح لنا والحية أبيدت، لأنها قد شاهدت الآن أن تلك المخدوعة منها قديما قد صارت أما للخالق. فيا لعمق غنى وحكمة ومعرفة الله أن آلة الخطيئة التي سببت الموت لكل جسد قد حصلت باكورة لخلاص لكل العالم. بعدين بكفي بيقول عن المسيح ولد وبميلاده ختم البتولية وبأقمطته حل سلاسل خطايانا وبطفوليته شفى أوجاع حواء وأحزانا.